عدوان آخر على أقصى المسلمين يسجله التاريخ، مرتكبوه جند مدججون بالسلاح ومستوطنون يبحثون عن حق مزعوم، تصدى لهم عزل لا يمتلكون إلا حناجر تصدح بالتكبيرات وقلوبا تنبض بحب مصر نبي البشرية. بدعي كل مرابط مقدسي وإنسان حر وشريف يتواجد بمسجد الأقصى، لأن أقصى مستباح يا عالم، والله الأقصى مستباح. اليوم عشان في مرابطين كتير، كان عادية المستوطنين كان عددهم قليل جدا قليل جدا، يعني ما دخلوا عشان في مرابطين كتير اليوم في الأقصى يا عالم، يتواجدوا بالأقصى عشرات الجنود الإسرائيليين ومئات المستوطنين استباحوا ساحات القبلة الأولى، تصدى لهم كل من استطاع إلى المسجد المحاصر سبيلا بالتكبيرات وآداء الصلوات. أكثر من 5 إصابات ومن 10 اعتقالات في صفوف مرابطين أصروا على نصرة مسجدهم. تم منعنا من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على القادمين إلى الصلاة إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليهم والاعتقالات والضرب وضرب القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت وتروع الناس. صلينا الفجر في عند باب سلسلة ولحد سبعة مش راضين يفوتونا، منع باتا فهو يجي لي الأربعين كان كبداية وإسا ممنوع شيء سكروا الأبواب. اللهم احمل المسجد الأقصى من كل سوء، اللهم احمل المسجد الأقصى من كل سوء، اللهم الله أكبر. وعلى أبواب المسجد كان الفلسطينيون يسطرون آيات الصمود في وجه معتدين حرموهم من الصلاة في رحابه، بينما تولوا مهمة حراسة وحماية المقتحمين وهم يدنسون ساحات المسجد وباحاته بجولاتهم الاستفزازية وطقوسهم العنصرية. رغم الاعتداءات والاعتقالات إلا أن المرابطين أصروا على الصمود والتصدي لاقتحامات المستوطنين لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ملبين نداء الاستغاثة لأقصاهم المحاصر. ليالي عيد، مدينة القدس.